international am Freitag, dem 6. Mai 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Tobi Hui. كانت تحفر الجباب بهدف جمع مياه الأمطار وتخزينها لاستعمالها عند الحاجة أو لكي تستخدم كمصيدة للحيوانات المفترسة أو كسجن للأسرى. وقد ورد ذكر الجباب في الوحي الشريف في أكثر من موضع، منها الجب الذي ألقي فيه النبي أرميا عقابا لإعلانه كلمة الحق، وأيضا الجب الممتلئ بالأسود الذي ألقي فيه النبي دانيال عقابا لرفضه عبادة الملك وتمسكه بعبادة الله سبحانه. وفي الحادثتين ظهرت قدرة الله العجيبة على حماية عبيده حتى وإن كانوا في قبضة الظالمين في أعمق جب.